صديق لا يصلي ولا يصوم وهو في 20 من عمره، وأنا أحبه وأقدره لأنه زميل مخلص، وأنا أحافظ على الصلوات الحمد لله، فما حكم زمالتي له؟ أقول قلل من مصادقته، فهذا جليس سوء، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، ويوم القيامة ثم معاداة، فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والله أعلم.